بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بالف خير وسعاده. فيديو جديد عبر قناتكم قناه اسلام علوي على اليوتيوب. لو عمرك تابعني اتمنى تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو يا صديقي بتتابعني باستمرار فانا اكيد بشكرك على المتابعه واتمنى تعمل لايك على الفيديو ده، وبشكر من قلبي كل الناس اللي بتعمل لايك قبل حتى ما تشوف الفيديو، انتم في القلبي. وما زلنا في تحدي الوصول ل 100,000 مشترك بفضل حبكم ودعمكم، بشكركم والله من قلبي اجمل متابعين. وزي ما بقول دي قناه المغاربه، انا بقولها ودايما هقولها، وحتى لو وصلنا لمليون مشترك ما زلت بقول ان انتم صحاب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. اقتربنا من حاجز 80,000 وهنقترب باذن الله اكتر واكتر لحد ما نقفل 100,000 قريبا جدا جدا جدا. صديقي العزيز، النهارده الوضع مختلف تماما. النهارده كلام عن الاشقاء، الخوا خوا، الحبايب، الناس الجميلة اللي بينهم قصة عشق الفترة الأخيرة. امبارح اتكلمت عن استقبال المغاربة لأوكلاند سيتي، وقلت قد إيه إن هم استقبلوهم بطريقة شيك وجميلة، ولكن النهاردة الوضع مختلف. ده حبايبك المصريين اللي وصلوا هناك، اللي ما بين المغاربة والمصريين الفترة الأخيرة قصة ما بين الاحترام المتبادل لأعلى درجة. بعد ما المغاربة احترموا جدا تقدير ودعم المصريين في كأس العالم الأخير ووقفهم جنب إخواتهم المغاربة، وعلى فكرة ده إكراه وفرض علينا ولازم نعمل كده، ده واجبكم وواجبنا احنا كمان تجاهكم. لازم يا جماعة العلاقة تكون مبنية على كده، احترام متبادل من الطرفين، وده واجب وكان لازم نعمل كده. صحابنا وحبايبنا المغاربة وأهلنا وإخواتنا استقبلوا بقى الغريم التقليدي بتاعنا نادي الأهلي، ووصل بسلامة الله للمغرب، استقبال راقي جميل هنتفرج عليه دلوقتي مع بعض، وأقول لكم رأيي بمنتهى الصراحة. حاجة مفيش أجمل من كده، ما بالك إن هم عملوا مع أوكلاند سيتي استقبال الفاتحين، عملوا إيه مع حبايبهم المصريين؟ يلا بينا صديقي نشوف. أول حاجة عايزك تعرفها إن كان في ورود جميلة من شخصيات مؤثرة جدا. كابتن محمود الخطيب خد كده ورد كده في لحظة وصوله، أدي المنظر الجميل الرائع. وكان في شخصيات مهمة جدا استقبلت اللاعبين، وادي زي ما حضراتكم شايفين برضو بياكلوا بقى شوية الحلويات والجمال كده اللي أنا نفسي أدوقها وأنتوا برضو قلت لي عليها. في ناس قالت لي إن الحاجات دي في منهم عصير جزر، ودي حاجة أساسية مع شوية حلويات كده لطيفة. هدوق يعني هدوق، هاجيلكم وهدوق. لعيبة الأهلي قاعدة متمزجة وبتاع وصباح الفل والدنيا جميلة خالص. بص الواد بيقول الواد قفشة قافش في الحلويات، قفشة ببقه قافشها، ما هو قفشة يا باشا. بص الواد قفشة عامل ايه، بص الواد حاطط حتة الحلويات في بقه، اختفت اختفت يا باشا. ده هات حتة يلا قفشة. بص المنظر نعم على طول. طبعا سعادة كبيرة جدا، وان هم مش حاسين ان هم غرب. وادي الشيف المحترم جدا بعد ما خلصوا الحلويات بيدخلهم تاني، مدوا ايديكم ما تتكسفوش يا جماعه، اخواتكم في وسطكم، مفيش اجمل من كده والله. شوف الشيف، لا انتوا هتقعدوا مكسوفين، اتفضلوا، جايب لهم لحد عندهم. منظر اكثر من رائع وكرم المغاربه وما ادراك ما كرم المغاربه. الباص ايضا اللي استقبل الاهلي حاجه اكثر من روعه، باص جميل جدا جدا جدا، وعليه ايضا لوجو النادي الاهلي، ادي اللوجو اهو، حاجه جميله جدا جدا جدا. كمل لكم بقيه بقى الصور، نخش بقى على القطايف واللطايف والحلويات على طريقه كابتن ايمن الكاشف. ادي الحلويات، يا حلويات، يا ارنولد، ادي يا جماعه الحلويات والمنظر الجميل. اللي واقف ده مدينا ظهره ده محمد هاني لاعب النادي الاهلي، حافظه طبعا، باك يمين النادي الاهلي، ودايما بيرخم علينا الفتره الاخيره في الدربيات. وادي الحلويات الجميله، وادي محمد هاني بيقول لك ادوق 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 الحلويات. ادي المنظر، بص الواد محمد هاني قال له يا شيف ما تطلع لي حاجه من اللي انت مخبيها جوه في المطبخ. قال له والله ما مخبي حاجه، قال له بس هات لي حاجه من اللي انت عاينها، عايز ادوق اللي انت عاينه ده. قام الشيف قال له طب يا عم حاضر، قام طلع له حاجه بقى تقريبا ايه من اللي عاينها لنفسه. محمد هاني سايب كل الجمال والحلويات ده وقافش في الفيش في الشيف، قافش في الشيف يطلع له الحاجات اللي هو عاينها. الشيف بقى مطلع له حاجات كده من ايه على وش الفد. ادي يا باشا، بص 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 الصوره دي جميله هتضحكوا عليها قوي. كهربا مع علي معلول مع محمد هاني. بص هنا محمد هاني بص في بقه، محمد هاني حاطط حلويات في بقه مش عايز يطلعها، قال لهم بص انا هخلص كل الحلويات اللي موجوده. ياد مش كده، ياد مش كده، يا بابا مسك الحلويات في ايده. بص صباح الخير مش هسيب حاجه. محمد هاني عدى على كل الحلويات ما سابش حاجه، وهنا علي معلول بيقول لهم حد شافني وانا بحط الحلويات في جيبي. ادي علي معلول وكله مبسوط وجمال وحلاوه ودلال. ومش عارف هنا كهربا كان مخضوض من ايه، تقريبا شاف رئيس الزمالك ولا حاجه معدي. نكمل بعد كده، هوريكم بقى حاجه روعه جدا جدا جدا، وهو الفندق اللي هيقعد فيه لعيبه النادي الاهلي. فندق يا جماعه حكايه، هو انا هحكي عليه ليه؟ تعالوا نتفرج. دي دخلة الفندق اللي هيقيم فيه النادي الاهلي من بره،
حاجة هادية كده وراقية وبتاع، وعلى التراث بقى ايه المغربي الرائع، حاجة جميلة جدا. بص البول، البسين بقى بتاع ايه الروقان ده، ايه الروقان ده يا كبير، منظر تحفة، بسين هنا وبحر هناك وبتاع. ده الاوتيل اللي هيكون فيه لعيبة النادي الاهلي، وده منظر الاوتيل بالليل. اديني في الجمدان، اديني في الجمدان. تصدق قلتهم بالله يا جدع عليا النعمة، سيبوا الماتش وقعدوا هنا ما تطلعوش. ماتش مين يا باشا، ماتش مين في الروقان ده؟ بص الاوتيل عامل ازاي، حاجة فخمة، وبص بيطل على ايه، الجزيرة ديت ولا ايه يا جماعة، المنظر الرباني التحفة ده، خضرة وجبال وبتاع، ومنظر ما شاء الله لا قوة الا بالله. عمار يا مغرب، عمار يا مغرب، بص بيطل على ايه وانت قاعد كده بقى في الشباك بتاع الاوتيل، بص قدامك المنظر عامل ازاي، منظر ايه وجمال ايه وحلاوة ايه. لسه يا عمي، لسه يا عمي بقى، ما انا بقول لك بقى حبايبنا واخواتنا فموجبين معانا، واخدين احنا ايه حتة زيادة كده، المعزي ازيد شوية. بص المنظر من بعيد، منظر جميل يا جماعة بصراحة، منظر السحاب مع البول مع البحر اللي هناك مع النجيلة والنخل وبتاع، حاجة كده تهدي الأعصاب كده وتنسيك مشاكلك. أدي كده بقى الريسبشن بتاعك من جوه وأنت قاعد يا باشا، إيه الروقان ده؟ أنا مش عايز حاجة من الدنيا يا جماعة، ماتش مين؟ اقعدوا هنا، اقعدوا هنا، اسمعوا مني، ما تروحوش في حتة، العب، اديني في الجاكوزي. بصوا يا جماعة عاملين إيه، صابون وحاطين ورد في الجاكوزي، ده إيه ده، مش عرسان يا جماعة، دول لعيبة الأهلي والله، دول مش رايحين يقضوا شهر العسل. المغاربة بيتعاملوا مع اخواتهم المصريين رايحين يقضوا شهر العسل يا جماعة. بص من جوه عامل ازاي، بص يا جماعة ايه ده، حاطين صابون وورد ودنيا، اللعبة هتلعب كرة ازاي، هتلعب كرة ازاي في الجمال ده، حاجة تحفة وروعة وجمال ودلال واستقبال، مفيش اجمل من كده. وعمار يا مغرب، ما زلت لحد اللحظة دي بقول عمار يا مغرب، والمغاربة يا جماعة توجيب ما بعده توجيب. ادي برضو صورة مجمعة كده مع لعيبه النادي الاهلي، ومع ايضا الوفود المغربيه بقى والناس الموجوده دي، قفشه وادي لعيبه الاهلي، وصوره كده مجمعه ما بين الحبايب وبعضيهم. اعمل لايك، اعمل لايك، اعمل لايك. عايز كمان اوريكم حته فيديو كده صغير عن الاستقبال، وربنا يستر من الحقوق، ولكن اعمل لايك، انا هحاول اعرضها لكم على قد ما اقدر، اوريكم كده المنظر واحنا مع بعض. بص يا كبير الفخايده، بص يا كبير، كابتن محمود الخطيب، استقبال بالورود، واديني بقى يا باشا منظر تحفة، لعيبة الأهلي سعادة كبيرة جدا. أدي المنظر يا جماعة، كابتن محسن صالح ماسك في لجنة التخطيط في النادي الأهلي، وأدي كابتن زكريا ناصف. يعني تحس يا جماعة لعيبة الأهلي والإداريين وكده في بلدنا، في بلدنا يا جماعة دي قفشة، مش مشكلة، إخواتنا برضو، إخواتنا الأهلاوية. استقبال تحفة وروعة وكرم ما بعده كرم، يا بلد الكرم وبلد يعني يعني الخير كله. عمار يا مغرب والله بنحبكم من قلبنا، والف شكر على الاستقبال الجميل ده، اللي فعلا والله اكد قد ايه قيمه العلاقه ما بين المصريين والمغاربه، وقد الحب. يعني بجد استقبال ازيد حبتين ثلاثه اربعه خمسه سته من استقبال فريق اوكلاند، ودي العلاقه ما بين المغاربه والمصريين. بنحبكم بالذات بالذات بالذات، واعملوا بارتاج بقى بلغتكم، واعملوا لايك، واعملوا مشاركه على الفيديو ده، واللي ما اشتركش يا ريت تشتركوا وفعل زر الجرس. ان شاء الله معاكم في تغطيه حصريه لكاس العالم، بفضل دعمكم هكمل، محتاج دعمكم الكبير يا اجمل اشقاء. تحياتي ليكم، يا رب تكونوا استمتعتم بالفيديو. السلام عليكم.